والناس كانت منتظره موقف عكس كده تماما. ازاي انت قادر تخش جوه الاستوديو او تخش البلاتو وتطلع تتكلم وتقول مقدمات ناريه وتدافع عن حقوق دوله او تدعي ان انت بتدافع عن حقوق دوله، تمام، وانت بره في الاستوديو عندك في زمايلك ميتين ومش لاقين ياكلوا، وانت جاي مع صاحب راس المال؟ ازاي؟ باي منطق؟ هل حاجه بتعمله ده تمثيل؟ هل بتعمل تمثيل بتمثل على الناس ان انت صاحب قضيه؟ حضرتك لما كنت قبل كده معتصم في قناه مودرن ولا القناه اللي انت كنت معتصم فيها والصور موجوده، تمام، مش كان ده موقف مماثل؟ مش ده ادعى ان انت تدافع عن زمايلك؟ ماشي، ولا انت الفلوس اللي انت بتاخدها اهم حاجه بالنسبه لك؟ يعني اهم حاجه بالنسبه لك الاف اليوروهات ولا الدولارات اللي انت بتاخدها في مقابل ان في شباب بياخدوا 1000 ليره؟ هل ده بالنسبه لك الفلوس بالنسبه لك اهم حاجه؟ هل دي هي دي هي دي هي دي الثورجيه وهي دي وهو ده النضال وهي دي القضيه اللي انت بتدافع عنها يا استاذ معتز؟ ان انت تتخلى عن زمايلك وتيجي مع اللي ظالم وتيجي مع صاحب راس المال؟ تطلع مع الاستاذ محمد كمال والاستاذ احمد عطوان، تمام، وتقعد تقول لي المشاكل كلها اتحلت ومظالم الناس كلها اتحلت وخلاص، وتقعد تاكد عليهم في مشهد تمثيلي فاضح ان ان الناس خلاص اترفع عنها الظلم، وتاني يوم الناس تترمى في الشارع وتقبل عليها ويجيبوا لهم الشرطه وبتاع والكلام ده كله، تمام. النهارده خارج من وسط البتاع بدل ما تقول فيه ايه وتنحاز لزمايلك، خارج جري داخل على البلاتو طلع على الهوا تكذب وتقول ان احنا اتاخرنا عشان خاطر الماتش وعشان خاطر محمد صلاح وانت قاعد مستخبي جوه في اوضتك. يعني للاسف الشديد كان منظرك مخزي جدا وانت خارج من المكتب ورايح على الاستوديو عشان خاطر تطلع تكمل التمثيليه اللي حضرتك بتعملها كل شويه وكل يوم تطلع تمثل على الناس ان انت بتدافع عن قضيه، ولكن للاسف الشديد كان الاولى بيك ان انت بتدعي ان انت بتدافع عن قضيه ان انت تدافع عن زمايلك، زمايلك اللي معاك انت في البرنامج ورفضوه ورفضتهم، سيد اللي انت رفضته، احمد حمدي اللي انت رفضته، الشباب كلهم اللي عاملين كل يومين ثلاثه اثنين ثلاثه يترموا في الشارع. يعني خناقه الحراميه الحقيقه، يعني خناقه الحراميه رسمي، وادي شبان للاسف الشديد صدقوا الناس دي ومشي وراهم ومشي ورا. بالمناسبه انت عارف للاسف انه من ضمن الناس اللي صدقت، هم مش كل الناس اللي اشتغلت في القنوات دي كانت اخوان. يعني في ناس صدقت، ناس زي وزيك وحاجات زي كده صدقت انه في ناس اشتغلت عشان الفلوس للاسف الشديد. انا هرجع اقول لك على انه ادي نموذج لناس للاسف صدقت ده. ويعيني هتلاقيهم كانوا متلطمين وقتها بقى في تركيا ومتبهدلين، واحد بيقول لك باخد 1000 ليره وهم بياخدوا الاف الدولارات، 1000 ليره بسعر قول وقتها يا سيدي قبل ما الليره 4 وربع، يعني ماشي 4 ونص ولا تزعل نفسك، دلوقتي اظن 3.35. ممكن ابص على عندي ابلكيشن جميل قوي يا شادي، هنشوف هعمل لك شير لي هنقبضك بالدولار ما تقلقش. ادي النتيجه شادي. طيب يا ترى هل ترى مصير الناس دي ايه دلوقتي؟ انا فعلا مش عارف اي واحد فيهم، لكن هو السؤال مصيرهم ايه دلوقتي؟ بياكلوا ايه وبيشربوا ايه وعايشين ازاي؟ وهل قادرين يصرفوا على اهاليهم اذا كانوا معاهم في تركيا ولا لا؟ وهل قادرين يصرفوا على اهاليهم في مصر اذا كانوا بيحولوا لهم اي نوايا تسند الزير ولا لا؟ قال لك جابوا لهم الشرطه، يعني عايزين كمان الشرطه تقبض عليهم، مش بس مش عايزين يدوهم حقوقهم، لا ويلا نوديهم السجن. وبعد كل ما عرض عن محمد ناصر ومعتز مطر، لا رايي ولا رايك ولا راي القناه ولا راي طبقه الحكم في مصر ولا راي حد، ده هم اللي بيقولوا كده عن نفسهم. محمد ناصر كل حاجه والعكس، معتز كل حاجه والعكس، وماسك الحصان نص قدر الامكان أوي. وبعد كده التحريض لاجل اراقه الدماء والقتل الخ هو وناصر، وبعدين راي زملائهم اللي كانوا معاهم في القنوات بتاعتهم فيهم، وبعدين صفقات تعقد في مغارات اللصوص كما كان يتحدث ناصر في جمله واحده، انسى كل الفيديو ولا انسى كل المكالمه اللي اتقالت دي، جمله واحده عشان ما حدش يجي يقول لك اصل دي متمنتجه دي متقطعه دي متركبه، جمله واحده يعني هم هياخدوا 30 مليون دولار واحنا ف بعد كل ده في حد يصدق كلمه بيقولها الاثنين دول؟ دعوه واحده، بلاش دعوه ولا كلمه، حد يصدق دي ناس عندها مبدا شرف نبل خلق قيمة واحدة بيحافظوا عليها؟ طيب في قيمة بيحافظوا عليها وعمرها ما كانت قيمة، قيمة مجرد عند الناس أداة وسيلة ما بنتبسط بيها في شوية في حياتنا، عندنا يعني. احنا لكن مش عندهم هم.